عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا قناة أمينة المعروفية. اليوم إن شاء الله نقدم لكم واحد العصير ديال الفريز على شكل كلاص سهل. الفريز مكونجلي كونجيلاتور، وهذا تقريبا عندي 300 غرام ديال الفريز، وعندي 50 غرام ديال السكر، سكر سنيدة. غادي نطحنهم طحانة بالله. صافي، درت الفريز في الطحانه، نزيد عليه داك شويه السكر، نزيد فيه واحد شويه الماء باش يطيح ليا مزيان. صافي، من بعد ما طحنتو طحن لي الفريز ديالي، غنجيب هاد الكويسات باش نديرو فيه هنا. بسم الله. صافي، دابا غادي نخوي داك الفريز. الفريز ديالي شي كفجة جا بحال كلاص، حيت هو كيكون مجمد ما متلاش، كيطحن كيجي كيعطينا هاد الشكل هذا، كيجي زوين بزاف، صدقوني كيجي زوين ضمن المثلجات العادية مزيان. هذا كيجي على هاد الشكل. غادي نزيدو بهاد شويه ديال شي فريزات، التزيين فقط. هذا هو الفريز ديالي، كنطلب لكم بالصحة والراحة في المتناول الجميع. كنعرفو تبارك الله العيال كلشي كيديرو، يعني الفريز كيديروه في المجمد كيبقى بالنسبه للوليدات مزيان، في المثلج في الدار بارد كيتقدم بهذا الشكل كيكون زوين. جربوا وردوا عليا كيف جاكم. كنتمنى يعجبكم، ولا عجبكم ديروا لي لايك وشاركوه مع الاصدقاء والاحباب. والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.